طبعا قبل كده ما نقدرش ننكر ان احنا كنا يعني وبكلم كنا باعتبارنا سيدات كلنا من مصر كنا بنشوف انه في تهميش تقليل لحجم المرأة. كان يعني لما عندنا سيدة بتمسك وزيرة يعني ودايما كنا بنشوف المناصب اللي المرأة بتتولاها مناصب بعينها يعني ما كانوش يعني ايه في تنوع حتى في الحقائب الوزارية اللي بتشغلها المرأة المصرية. لكن الحقيقة ان الموضوع اتغير زي ما بقول لكم عندنا في مصر بقى في اسناد وزارات متنوعة وهامة جدا لسيدات مصريات هم على القدر من الهمة والخبرة والثقافة والتعليم وما إلى ذلك يستحقوا أن هم يتولوا هذه المناصب. زي ما قلت لكم أنه مجلس الوزراء الحالي هو أكبر تمثيل للمرأة من أول ما عملوا مجالس وزارية في مصر ولحد دلوقتي، ومجلس النواب أيضا من أول ما عملوا مجلس النواب وحتى الآن بتكلم على تمكين المرأة كمان سياسيا، ومنصب المحافظ أو نواب المحافظين لم يكن يسند للمرأة من أساسه، ما كانش فيه ست أصلا بتتولى هذا المنصب قبل كده. عشان كده بنحس الستات أو المرأة أنها وجدت ناصرها، وجدت نفسها تتقلد مناصب رفيعة لها وزن ثقيل سياسي كبير. تعالوا نشوف كده مع بعض في الانفوجراف اللي جاي ازاي برضو تم تمكين المرأة المصرية وتقدم لها او تقدمت لي المناصب الهامة. إن شاء الله القادم أفضل، وهذا التمكين مش بيأتي من فراغ ولكن بيأتي من منطلق إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وقدرتها على تولي المناصب الهامة، وكمان إنها تحقق نجاح كبير جدا فيها. وأكيد إحنا بنشوف ده في النماذج المشرفة للوزيرات المصريات والمحافظين والسيدات اللي بيتولوا مناصب مهمة في مصر إن هم قد المسؤولية وقدها وقدود وبيحققوا نجاح كبير كمان.